لم تكن الحرب خيار الشرعية، بل دفاعاً ضد حرب انقلابية فرضت على اليمنيين، تقول الحكومة. وتضيف على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أن الشعب اليمني رفض أن تحكمه ميليشيا متخلفة تدار من قبل قوى إقليمية تسعى لاستهداف الأمن القومي العربي. هي حرب اضطرارية إذن، ليس فقط للدفاع عن اليمن بل عن العرب قاطبة، كسرا لأطماع تحقيق نفوذ إيراني، يقول وزير حقوق الإنسان. ومع ذلك فإن الشرعية لم تغلق أبوابها في وجه فرص السلام، فهي كما يؤكد عسكر قدمت تنازلات في كل جولات المشاورات السياسية. سلسلة التنازلات لتهيئة بيئة آمنة للسلام التي قدمتها الشرعية استعرضها وزير حقوق الإنسان في ندوة أقيمت في مقر مجلة الأهرام العربي بالقاهرة، من ضمنها كما أشار إبداء حكومة الشرعية تفهمها لمقترحات ولد الشيخ الأخيرة بشأن تحييد ميناء الحديدة. لم تكتفي الميليشيا الإنقلابية برفض كل مقترحات السلام الأممية، بل تواصل ارتكاب جرائمها ضد المدنيين. وبحسب رصد وزارة حقوق الإنسان فإن أكثر من 11,000 يمني قتلوا منذ بداية الانقلاب، بينهم 1,080 طفلاً وما يزيد عن 680 امرأة، بالإضافة إلى 18,734 حالة اختطاف. الحرب في اليمن دفاعية بنظر حكومة الشرعية ووجودية عند سلطة الانقلاب، لكن أفق هذه الحرب ما زال غامضاً في ظل تعنت الميليشيا وعدم جدية الشرعية والتحالف في حسم تحرير اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.